وفي ساحل حضرموت حذرت السلطات الطبية أيضا من انتشار وباء حمى الضنك في بعض المديريات بعد تسجيل حالة وفاة بالمرض، حيث بدأت فرق المكافحة وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملات رش وقائية تستهدف البعوض الناقلة للمرض في عدد من المديريات. حمى الضنك تطل برأسها من جديد في حضرموت التي لا يزال سكانها يتذكرون بألم وحسرة مأساة فقدانهم لأحبائهم ممن فتك بهم المرض الذي اجتاح مدن حضرموت وأصاب الآلاف من سكانها وحصد أرواح العشرات، بينهم نساء وأطفال وأطباء أصابتهم عدوى الفيروس أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا. حيث حذرت السلطات الطبية في حضرموت من موجة انتشار جديدة للمرض بعد تسجيلها حالات إصابات بحمى الضنك، فيما شيع أهالي مدينة غيليبة وزير شرقية المكلا أولى ضحايا الفيروس. سجلت العديد من الحالات الأسبوع الماضي، كان عندنا 10 حالات مرضية وعندنا حالة وفاة في مديرية غيليبة مدينة غيليبة وزير. وفي محاولة منها لتفادي تكرار الكارثة السابقة، بدأت السلطات الطبية في ساحل حضرموت تنفيذ حملات رش وقائية ترى أنها لا تقبل التأخير، تستهدف عددا من المديريات والتجمعات السكنية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي. هذه الحملات تأتي وقاية للمواطنين من انتشار وباء حمى الضنك والحميات الفيروسية التي شهدتها مدن ساحل حضرموت بعد التعرض المحافظة لإعصار تشابالا، حيث سجلت هناك عدد من الوفيات وحالات الإصابة. الآن نحن في موسم الانتشار الفعلي من مارس إلى أغسطس، بدأت الحالات تزايد مرة أخرى، لذلك ستنفذ هذه الحالات إن شاء الله تعالى نحن لا تتكرر الكارثة التي حصلت بعد الإصابة. ويأتي التدخل الإماراتي تواصلا لمساعيها الإنسانية، حيث وقع ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي بالمكلا اتفاقية مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا تقضي بتمويله لكافة حملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك والحميات الفيروسية خلال فترة موسم المرض الممتدة من شهر مارس الماضي وحتى أغسطس القادم. تأمل السلطات الطبية في حضرموت أن تنجح مساعيها في القضاء على البعوض الناقل للفيروس ومنع تكرار المأساة التي خلفها انتشاره مطلع العام الحالي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.